بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المحترمون، حضرات السيدات الفضليات، أحييكم وأسعد باللقاء مع حضراتكم، وأستكمل في هذا المقطع السريع ما انتهيت إليه في الفيديو الأخير. التسجيل الأخير الذي أقوم بتسجيله تحدثت فيه وقلت في نهايته نحن بين أمرين ينبغي أن نفاضل بينهما ونقرر ما يحقق من الأمرين مصلحة مصر. نحن أمام أمرين، الآن وصلنا إلى مفترق الطرق. أي حد تحدث غير كده يبقى بيقولش الحقيقة. مفترق الطرق، لأن أنت مش هتعرف تعوض المية، وإذا أنت عايز تعوض المية هتعمل محطات تحلية لمياه البحر، هتعيد تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي. في كثير من العالم بيعملوا كده، دول الخليج كلها بتعمل كده، هولندا في قلب أوروبا بتعمل كده، لكن هل نحن نمتلك الموارد المالية والإمكانيات المالية التي نستطيع بها أن نقوم بتحلية مياه البحر؟ نحن نحتاج إلى مئات المليارات، وأعتقد كلنا يعلم أن اقتصاديات الدولة المصرية لا تتحمل مثل هذه الأعباء، والمياه التي تحلى من البحر لا يمكن تحقق نفس النتائج التي تأتي من النيل العظيم. إذن إحنا أمام أمرين ينبغي أن نفهمهما ونفاضل بينهما ونقرر ما يحقق مصلحة الدولة المصرية. أول هذه المخاطر المواجهة. المواجهة إن إحنا ده الأمر الأول، هل نواجه العنة الإثيوبي والتكتل الإفريقي والتكتل الدولي ضد الدولة المصرية ونواجههم بأن نضرب السد ونهدمه، أم يكون اختيارنا للأمر الثاني وهو عدم المواجهة وأن نستمر في المفاوضات ونترك أثيوبيا تستكمل بناء السد وأن نتركها تخزن المياه كما شاءت؟ نختار إيه؟ علشان نكون يعني على قدر من المسؤولية تجاه بلدنا نجتهد، فإن أصبنا فنكون قد فلحنا وأدينا دورنا تجاه بلدنا وتجاه هذا الشعب المصري العظيم. وإن كلمة حق سكت عنها كثيرون، وإن أخطأنا فقد اجتهدنا لصالح بلدنا، والله يشهد أنه لا مصلحة لنا لا هنا ولا هنا إلا مع بلدنا وهذا الشعب المصري العظيم. نتكلم الأول عن مخاطر مواجهة ضرب السد، أو بتعبير آخر السيطرة على منطقة السد. الدولة المصرية يا تضرب السد أو تحتل المنطقة المقام فيها السد مستندة على وثائق تاريخية اللي شرحتها وبينتها ومش هرجع لها تاني، والاتفاقيات اللي بتقول ان هذه الارض التي يقام عليها السد في منطقة بني شنقول السودانية هي ارض في الاساس مصري، كانت تعرف قديما بالارض الخديوية واصبحت الان ملك بعد فترة للدولة السودانية وتحولت للدولة الاثيوبية. ندخل في هذه المنطقة، يبقى نسيطر على المنطقة المقام فيها السد او نضرب السد. طيب ايه بقى المخاطر
والتي ستترتب الآثار ندرسها، مجموعة مخاطر، وبعدين هنشوف برضو مجموعة مخاطر لا تترتب على الاستمرار في المفاوضات وعدم ضرب السد، ونوازن بينهم ونشوف مصلحة مصر فين. أولا، هترتب على ضرب السد أو احتلال هذه المنطقة والسيطرة عليها إيه؟ أول حاجة بالطبع عداء الأثيوبيين لمصر. أثيوبيا هتعد مصر عداء رهيب جدا ولشعبه. وهنا نقف وقفة بسيطة ونسأل أنفسنا، من إمتى كان إثيوبيا والشعب الإثيوبي لا يكره ولا يعاد الدولة المصرية ولا يعاد المصريين؟ خلينا نتكلم بقى بصراحة، هنقعد نتكلم الأشقاء والإخاء والتفاوض والكلام ده، أهم الأشقاء والإخوة عايزين يعطشونا، يريدون أن يبيدوا الدولة المصرية وشعبها حرب إبادة وسط تعتيم وسكوت دولي وفي وجود مساندة صهيونية كاملة لهم، لأن الهدف مصر، تسقط مصر، تحتل مصر، يسيطر على خير مصر إلى آخره. إذا كان هيترتب عليه عداء الأثيوبيين فالرد موجود، العداء قائم، وهم لا يحبون مصر، وقد تربوا تماما، تربوا على كراهيتنا لأسباب دينية وتاريخية وسياسية وحتى نفسية شخصية، لأن مصر الكبيرة وأثيوبيا تريد أن تلعب هذا الدور منذ زمن بعيد. يقولون نحن بلاد الأحباش، بلاد النجاشي. نعم، هذه حقيقة، أن هذه الأرض كانت هي أرض النجاشي، ولكن النجاشي كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. أما أنتم، نقول لكم أيضا أن هذه أرض أبرهة. إن كنتم تقولون أرض النجاشي فاعملوا بما كان يصنع النجاشي من إقامة العدل والحق والسلام لكل الجيران. أما حقيقة الذين يزعمون ذلك الآن ويريدون أن يعطشوا شعب مصر ويدمروا حضارة مصر ليقودوا منطقة إفريقيا كلها على حساب الدولة المصرية، نقول لهم أنتم أحفاد أبرهة الذي جاء ليهدم بيت الله الحرام، تريدون أن تهدموا مصر، ولمصر دول رب يحميها، ولن تهزم مصر أبدا، وهذا سعيكم وهذا زعمكم. ده الخطر الأول اللي يمكن أن يحدث وإحنا ينبغي أن نتفهم. الخطر الثاني اللي ممكن يترتب على اتخاذ قرار بهدم السد أو احتلال هذه المنطقة، هنفتح بوابات جهنم مع الدول صاحبة المصالح في إثيوبيا. هتتفتح علينا بوابات جهنم، هنلاقي الصين، هنلاقي إسرائيل، هنلاقي إيطاليا، هنلاقي روسيا، هنلاقي أمريكا، فرنسا، هنلاقي بعض الدول العربية اللي لها استثمارات في هذه المنطقة، استثمارات زراعية وصناعية وفي الثروة الحيوانية والثروة السمكية إلى آخره بمليارات. ستفتح علينا بوابات جهنم، هم سيعملون على مواجهتنا. هتوحدوا على مواجهة الدولة المصرية، جميل، لكن في الحقيقة أيضا التي ينبغي ألا نسقطها من حساباتنا ونحن ننظر لهذا الملف وهذه المواجهة، أن المواجهات أصلا قائمة بين هذه الدول وبعضها البعض، زي ما شرحت في قبل كده وبين الصين في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، صراع اقتصادي، وكل منهما يحاول أن يثبت وجوده الاقتصادي والعسكري في منطقة القرن الإفريقي، ومنها أثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال إلى آخره. هم متصارعين مع بعض، وكل دولة منهم تريد أن تبقى هي المسيطرة،
علينا نحن أن نسك الصراع في هذه المنطقة كما يقولون علي وعلى أعدائي. إذا كنا سنموت عطشا فلنموت بشرف ولنواجه هذا كله، وأنهم أكيد في قوة هتنحاز إذا حدثت الحرب، قوة هتراجع مواقفها، إما أن تكون مع مصر أو إما أن تكون مع إثيوبيا. المواقف ستختلف، حتما ستختلف، لأن عندما يحدث الصراع وتندلع الحروب ستكون هناك لعبة التوازنات ولعبة المصالح، وكل دولة هتحسب هي ينبغي إنها تكون واقفة فين ومع مين. أيضا إنجلترا وفرنسا في صراع في القرن الإفريقي، أمريكا أيضا مع فرنسا من ناحية، روسيا تريد أن يكون لها موضع قدم في هذه المنطقة، تريد كما قلت سابقا أن تصنع بشار جديد وأن تصنع صراع جديد كما صنعته في سوريا. روسيا اللي بتتكلم عن منع الآلة العسكرية وعدم التهديد في حرب، روسيا هي التي سكتت بل ساندت تركيا وتواطأت معها. عندما رأت تركيا أن عمقها الاستراتيجي لأمنها القومي يأتي في الشمال، من الشمال العراقي والشمال السوري، فاعتدت على الأراضي السورية منذ أكثر من عام، واحتلت من الأراضي السورية أراضي في الشمال مع الحدود التركية بعمق 35 كيلو في داخل أرض السورية. نسينا؟ هي دي روسيا الاتحادية، روسيا التي زعمت في نهاية السبعينيات أو منتصف السبعينيات أن أمنها القومي متعرض الخطر في أفغانستان، فشنت حرب ودمرت دولة كاملة، ودخلت أمريكا في صراع معها على المصالح والوجود الاستراتيجي في هذه المنطقة المتاخمة لإيران ولباكستان وللهند، منطقة لها أبعاد استراتيجية لهم جميعا. وما زالت الأزمات مستمرة حتى اليوم، وروسيا اليوم هي التي تتواطأ مع الجماعات التي تحاول تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والجغرافية داخل دولة أفغانستان حتى تبدأ دائرة صراع جديدة في هذا البلد. أمريكا ذاتها التي تتحدث عن لغة العقل ولغة السلام ولغة المفاوضات، هي التي دمرت العراق، هي التي شنت حربا على العراق واحتلت العراق ودمرت جيشه ودمرت اقتصاده، وما زال العراق يعاني حتى اليوم بسبب هذه الحرب الأمريكية التي لم يكن لها مساندة دولية إلا من بعض الدول، وربما كانت دولة واحدة هي هي إنجلترا، هي التي كانت تابعة لأمريكا. إذن روسيا في صراع مع أمريكا، والصين في صراع مع أمريكا، وأمريكا في صراع مع فرنسا، وإنجلترا ضد فرنسا، دي منطقة صراع. لما لا نلعب نحن أيضا في هذا الصراع؟ لما لم نثبت وجودنا في هذه المنطقة؟ لما لا ندافع عن حقنا ونحن أصحاب حق بعدما استخدمنا كل الطرق الدبلوماسية وكل الوسائل المتاحة لنا؟ ووصول مصر إلى مجلس الأمن كان لازم يحدث، وأنا طلبت في شريط من حوالي 3 شهور، قلت أنه ينبغي أن يتم الانتهاء بطرح هذا الملف أمام مجلس الأمن. ليه؟ حتى نضع العالم كله أمام التزاماته، وحتى تثبت مصر أمام العالم كله أنها لم تترك فرصة تسنح لها أن تصل إلى أي نقطة في العالم باحثة عن السلام وباحثة عن الوصول إلى حل يحقق مصالح الجميع، إلا أنها جوبهت بتعنت إثيوبي، حتى أن إثيوبيا
لم تحضر في الولايات المتحدة الأمريكية ولم توقع على أي استحقاقات تترتب على هذا التوقيع في صلف وغلو، لأن إسرائيل من ورائها. هو ده إذا كنا نخشى فتح باب جنة. طيب الخطر الثالث إيه؟ الخطر الثالث اللي ممكن يترتب على قيام مصر بضرب السد إن يحدث عداء مع الدول الإفريقية. هيحصل عداء مع الدول الإفريقية، والسؤال أيضا وهل هذا العداء غير موجود؟ الاتحاد أو دول إفريقيا كلها هي التي واجهت الدولة المصرية وعزلت مصر من عضويات الاتحاد الإفريقي حتى عادت مصر بعد عام 2015. أفريقيا مستمرة في هذا في هذه الكراهية، ومصر يا سيدي بالآخر علشان نبقى فاهمين في عداء وفي شبه قطيعة متكاملة من أوساط أو آخر عام 1994 بعد وقوع حادثة أديس أبابا، محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك على الأراضي الإثيوبية. إذن ده قائم. إيه اللي يدلل أيضا أن الدول الإفريقية في عداء بينها وبين مصر وضرب السد هيزيد العداء؟ ما هو العداء قائم، أن أفريقيا والدول الإفريقية بتسعى لدعم الدول الأخرى اللي لها منابع مية ووقعوا على اتفاقية عنتيبة لتقاسم المياه، وده هيكون له أثر تاني على الدولة المصرية علشان الدول اللي جاية أو بتطل على النهر الأبيض غير احتياجاتنا من النهر الأزرق، وده احنا بنتكلم في مشكلته. يبقى عشان كده الاتحاد الإفريقي منحاز لإثيوبيا. الملف اتعرض عليه سنتين كاملتين ولم ينتج فيه أي شيء، وأعطى الفرصة لإثيوبيا أن تنتهي من بناء السد أو تقترب من الانتهاء، لأن باقي لإثيوبيا المنطقة الوسطى اللي هي أعلى منطقة في السد، يمين وشمال انتهوا منه، هيرتفعوا بالبناء من منطقة الوسطى حتى يصل إلى ارتفاع قدره 155 متر، وعرض السد كما ذكرنا من قبل كيلو و800 1800 متر. سد رهيب كبير يعني. انحاز الاتحاد الإفريقي له، ومن هنا تأتي العبرة أو الهدف من أن المتحدث باسم الدولة الإثيوبية أمام مجلس الأمن وزير الطاقة والموارد المائية تمسك بقوله أن مجلس الأمن غير مختص، وما كان ينبغي أن يناقش هذا الملف، ومكانه الاتحاد الإفريقي، وده اللي انحازت له الدول الكبرى للأسف الشديد. طيب إيه الخطر الرابع؟ عدم استقرار منطقة البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، تعرض قناة السويس لتوقف الملاحة فيه، لأن المنطقة زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتعرض لمخاطر كبيرة جدا، لأن احنا قلنا أن منطقة القرن الإفريقي اللي فيها الصراع الدولي اللي منها إثيوبيا وإريتريا والصومال قريبا من باب المندب وخليج عدن وحوض البحر الأحمر كله، وده ممر تجاري وممر عسكري كمان، والصراع على أشده هناك في اليمن وفي جنوب السودان الذي انفصل عن شمال السودان، والسودان يدفع الثمن الآن، وهناك الصراع في الأراضي الليبية في الغرب، كل دي المنطقة منطقة صراع. إذن عدم استقرار هذه المنطقة هي الخطر الرابع الذي سترتب أو سيتحقق إذا تم ضرب السد أو احتلال المنطقة، وتصبح حتى قناة السويس غير آمنة وغير مستقر. طيب نمرة خمسة، إيه اللي هيحصل لو اتضرب السد ومصر خدت القرار ده؟ بالطبع اقتصاد مصر سيتعرض لاهتزاز كبير. ليه؟ لأن كل الموارد الاقتصادية ستتحول إلى الدعم العسكري على طول،
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ده شيء طبيعي. كل ده هيجي على حساب ايه بقى؟ لما كل الموارد الاقتصادية تتحول للدعم العسكري سيكون على حساب التنمية والتنمية التي تتم في مصر ستتوقف تماما، وستتوقف كل مشروعات التنمية، والاقتصاد المصري سيتأثر سلبا ويصل إلى درجات الترهل ودرجات الانكماش. هذا واقع وخطر ينبغي أن نقوله بأمانة وبكل صراحة. ولسه لما جيلكم عن المخاطر بقى أن احنا لو سكتنا ومشينا في المفاوضات هنوازن بينهم، أرجو أن لا تتعجلوا وألا أكون ضيفا ثقيلا على حضراتكم. الأثر أو الخطر الرقم 6 يعني هتتراجع معدلات الاستثمار مع كل الدول اللي هتتخذ مواقف معادية مع الدولة المصرية. وفي مقدمة هذه الدول ايه بقى اللي هتوقف استثماراتها؟ الدول صاحبة الاستثمارات والمصالح في اثيوبيا ذات، وهي دول كبيرة جدا ومنها الدول العربية. هذه الدول صاحبة المصالح الاقتصادية والمصالح الجيوسياسية في منطقة القرن الافريقي هتتراجع عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهتتوقف السياحة، وهي رافد مهم من روافد الاقتصاد القومي، لأنها تدر على الدولة المصرية أو على خزينة الدولة من 13 ل 14 مليار دولار سنويا الآن، ممكن تصل إلى أكثر من ذلك. أيضا الخطر رقم 7 سريعا، حدوث فيضان بعد ضرب السد. ليه؟ لأن السد هيكون زادت كميات التخزين من خلفه، ربما تصل في هذا العام إلى 17-18 مليار متر مكعب، لو استنينا للعام القادم توصل ل 30-35 مليار متر مكعب، في السنة الرابعة إلى 50-60 مليار متر مكعب، في السنة الخامسة والأخيرة يمتلئ السد تماما وتحبس المياه. فإذا ضربنا السد هذه السنة أو السنة اللاحقة في أي سنة وبعد امتلائه بالمياه يكون خطره أشد، لأن هيحدث فيضان بعد ضربه، لأن كميات التخزين من المياه هتكون كتير. عشان كده الفرصة كانت أكبر للانتهاء من هذه القصة ومواجهة هذا الصلف وهذا الغرور، مواجهة العالم، وضعي أمام التزاماته وأمام كل الاستحقاقات عندما كانت أمريكا تلوح وتعطي لنا الضوء الأخضر أيام ترامب أننا نتجه لنفض هذه الإشكالية الكبيرة. ده الخطر رقم 7. الخطر الثامن، هيحدث بالتبعية خلل كبير في اقتصاديات العالم. العالم الذي يعيش الآن حالة اقتصادية مترهلة ومريضة ومتدنية بعد كورونا، ده هينعكس إذا تم ضرب السد، هيحدث خلل في اقتصادات العالم، فيحدث أثار سلبية على الدولة المصرية، ومصر ستتأثر بذلك لأنها دولة ضمن العالم الذي أصبح قرية صغيرة. أيضا في أثر آخر رقم 9، إن سيتم إنهاك الدولة المصرية اقتصاديا، إنهاكها، وستدخل مصر في دوامة زي اللي دخلتها العراق، دوامة كبيرة جدا. الأثر الأخير رقم 10 وده الأخطر أيضا، سيترتب على ضرب السد أو احتلال هذه المنطقة تدخل اللوب الصهيوني بقى. اللوب الصهيوني ده متحكم في الاقتصاد العالمي، كلنا يعلم ذلك، بيتحكم في المنظمات الاقتصادية العالمية، وفي كل معروف ان اللوب الصهيوني بيتحكم في كثير من شركات المالتي ناشونال، الشركات العالمية المفتوحة عابرة القارات وعابرة الحدود. اللوب الصهيوني سيتدخل في هذه المنطقة وهيلعب كل الأدوار القذرة ضد الدولة المصرية. هي دي المخاطر التي ستترتب على
قيام مصر بضرب السد أو احتلال هذه المنطقة.